بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الدرس الثاني عشر من برنامج الفوتوشوب. اليوم رح نتعلم أداة جديدة هي أداة الباث تول. قبل ما أحكي عن هاي الصورة رح أحكي شو هي أداة الباث تول. أداة الباث تول هي الأداة الأساسية ببرنامج الالستريتر. الباث بخلينا نتعامل مع شيء اسمه مع نوع صورة اسمه فيكتور. فبرنامج الستريتر كله بيتعامل مع الفيكتورات، ولكن بالفوتوشوب دائما شركة ادوبي شركة بتخليك تشتغل، يعني بيطبقوا عليها كل شيء بدك تشتغله، برامج بتدعم بعض. فهن اخترعوا كمان مجموعة ادوات للباث تول، لا مجموعة ادوات للفيكتور موجودة كمان ببرنامج الفوتوشوب. فلح ناخد اليوم هاي الادوات، وهي بلوح الادوات اللي يكون من هون لهون، هدلون كلهم لهم علاقة بالباث تول. حتى التكست موجودة بمساحة الباث تول، لانه هو التكست عبارة عن باث، او هو عبارة عن مسار بيرتسم بيتلون جواته. فنحن رح ناخد ادوات الباث تول. هلا مهمتنا اليوم انه نعمل هالشكل اللي قدامنا، او هالدعاية اللي قدامنا، هي دعاية لعبة صحن طائر. مثل هذا التشكيل اللي موجود قدامنا رح نحاول نحن نشكله بالصور اللي موجودة عنا. هلأ أول شي رح شوف هاي الصورة اللي قدامي، هي الخلفية اللي بدي ابني عليها. صحن الطائر ليكو والكتابة اللي فوق موجودة عندي، ولكن إذا بنتفرج الكتابة فيها حركة، هون ما في حركة. في أكثر من شغلة رح نساويها، بدنا طريقة لنحدد فيها الصحن الطائر بغير أدوات التحديد وعن طريق الباث تول. هلا أول شيء لح أفتح، لح شوف صحن الطائر، لح أخفي هاي الطبقة أول شيء لنشوف صحن الطائر هيك. لح أرجع أطلعها عشان عم بيحدد لي A B C D E F، خطوات اللي أمشي عليها لأقدر أحدد بتقنية الباث تول، بأدوات الباث تول. هلا رح اخذ انا بين تول، هي قلم تحديد، قلم الباث. يعني اول شيء رح افتح صفحه بروجكت جديد لحتى بس نشرح كم شغله عليه هون. هلا بهاد بالبين هي مجموعه الادوات رح نشتغل فيها. هي بتحدد نقطه، برجع بكبس نقطه ثانيه، هي نقطه ثانيه. اذا بسحب فهو بمط عندي الحبل اللي انا راسمه بالطريقة اللي بدي اياها. برجع بسحب باخذ نقطة تانية، فيني حرك باخذ نقطة تالتة، برجع بدي سكر. اول ما حط ايدي على اخر نقطة، اول نقطة ساويتها، فبيطلع لي دائرة جنب الاداة. متى ما كبست عليها سكر، فيني سكرها وحرك كمان كيف بدي قبل ما اسكر، فبيقوم بيرتسم عندي هذا المسار. هذا مو خط، هذا عبارة عن مسار وهمي محدود، فيني اشتغل جواته، فيني اتحكم فيه. بعدين بساوي اللي بدي اياه. هلا في عندي بهاي الاداة بشريط الادوات الخيارات تبعها، في هون قائمة مكتوب شيب وباث وبيكسل. شو الفرق بيناتهم؟ خلينا هلا على الباث رح ارسم مثل ما هلا قبل شوي طلع لي، انه بس عم يرسم لي مسار فاضي. طيب رح اجي اخذ شيب واخذ لون معين، مثلا اسود او رمادي ما بتفرق شو مكان، واجي بلش ارسم. حطيت اول نقطة، ثاني نقطة، بلش لحاله يعبي المسار. هذا مسار ممتلئ، يعني بحط لي بقلبه الباث، بيصير دغري معبى بقلبه خالص باللون اللي انا بدي اياه. شو ما حطيت انا هون بيلون. هي اهم شي بالباث. هون رح ارجع على مسار عادي، الباث طبيعي بدي اياه، بس انا حطيت هيك. انا لقيت باخر شيء انه بهاي الرسمه اللي هلا رسمتها، او هذا الباث اللي رسمته انا المسار، بدي اعدل فيه
بدي زيد نقطة، بدي ارجع احط مسافة معينة، فأنا ما في داعي إني أرجع أعيد الشغل من أول، وعبارة عن بكبس على الأداة الباث تول بشكل مستمر وبيطلع لي عندي خيار اد بوينت تول، فبس اجي احط ايدي على مكان من المسار بيطلع لي اشارة البين تولز جنب اشارة الزائد. هلا متى ما كبست زادت ضافت نقطة، بيجي بكبس نقطة تانية قد ما بدي فيني ضف نقط، وبنفس الوقت كمان فيني كمان قيم نقط، اطرح نقط. ها رح اضيف هلا النقطتين هدلون بس حتى نشوف بعدها خيارات. هلا في عندي فري بين تول، هاي بس بترسم لي مسار رسم بايدي، رسم حر انه ما في مو نقط بمشيها، انا عم بمشي بايدي برسم. هلا اخر وحده رح احكي عنها بس بعد شوي. هلا انا شو بستفاد من اني ضفت نقطه وما فيني اتحكم فيها؟ لا فيني اتحكم فيها، في عندي هون من ادوات الباث تول هي باث سيلكشن تول، وفي عندي دايركت سيلكشن تول. هلا اخذ دايركت سيلكشن او باث سيلكشن تول اول، انا متى ما كبست على الباث او المسار اللي بدي اياه حدد كل النقط باللون الاسود، وصار وين ما حركت المسار بيتحرك كله مع بعضه، هاي مشان حرك المسار. عندي الدايركت سيلكشن تول، انا متى ما حددت نقطه من النقط صار عندي النقط باللون الابيض شايفين، وفيني اتحكم فيها كل وحده لحال، كل نقطة لحال صار شايفين. برجع فيني مد زيد انحناء نقصه من هون، دورها من هون نفس الشي، يعني صار فيني ارجع اتحكم بالمسار مثل ما بدي. هلا انا اذا بتلاحظ هلا هذا المسار خلص هيك، انا اللي بدي اياه خلصت، بكبس اي اداة او انا بعدين اخر شيء بدي اعمل اللي بدي اياه. هلا رح نشوف شو شلون فينا نشتغل عليه هذا المسار. هلا مثلا عندي بدي ارسم باث جديد، رح امحي الباث الاولاني، طبعا في لوح كامل اسمه لوح الباث اللي بخليني اشتغل اللي بدي اياه بالباث، رح نحكي عنه. انا بدي امشي هاي نقطة، كبست نقطة تانية حركت شوي. هلا شوفوا انا بس بدي اكبس نقطة، شايفين لحاله انا بس كبس عطى انحناء خفيف، فانا بدي اتحرك كيف ما بدي. طيب انا اذا ما بدي هذا الانحناء ابدا، انا بدي خلص هي النقطة توقف عندي كأنه هي شاربن رح تنقطع، يصير عندي زاوية مباشرة، ما يصير عندي تكميل الانحناء هذا اللي انا عم بينحني فيه. فباخذ الاداة الاخرانية هي الكونفيرت بوينت تول، بتحول لنقطة وليس يعني نقطة النهاية هون، بخليها نقطة ما بخليها تكمل لي اياها مسار، ولحق بس عليها شايفين هذا بتحول كلها ل باث مستقيم. طيب رح نشوف شغلة تانية، انا مثلا بدي اكمل تكميل من هون. هلا في عندي اختصارات الكيبورد، بكبسة الالت بصير عندي شايفين كيف نحط جنب البين تول إشارة المثلث هي الصغيرة أو الثمانية الصغيرة، عشان أنا فيني أعمل لها هي الزاوية قطع. شفتوا شلون كان في عندي حبل هون بشتغل فيه من فوق لتحت، هذا اللي بخليني أحني المسار تبعي أو رجعه مثل ما بدي أو حركه كيف ما بدي، فهو رح يروح منه شقفة إنه أنا ما عاد فيني حركه بكل الاتجاهات، لأنه صار بدي إياه حد من طرف معين، إنه في عندي زاوية من طرف معين. هلا بتشوف كيف متى ما كبست الت كبست كبسة هون، اجيت بدي اكبس كبسة خلاص شلت ايدي عن الالت صار بين عندي عادي، كبست شايفين كيف اخذها بشكل عمودي ما عاد في انحناء، وانا ساعتها بحنيه على كيفي. هلا بنشوف ليش هي بتفيدنا وهي بتفيدنا، كل وحدة الها شغل حسب شو عم بشتغل بتفيدني القصة. هلا شوف هلا بدي كمل لهون، انا بدي سكره، شايفين كيف كمل المسار مباشرة لحاله بانحناء المعين. هلا انا اذا بكبس الت انا ما رح بكبس لهون مره تانية، ليك شايفين كيف راح مباشره بدون ما يكمل الانحناء. طيب رسمت باث معين،
طيب انا شو ممكن اسوي فيه؟ بروح على طبق على لوح الباث، وفي عندي اني حوله لتحديد، صار تحديد. في عندي اني ارسم هي تتحدد، هي الكبسة اللي انا كبستها هي. هلا لا شيل الباث اذا بدي، ببين معي شو صار. رسم بالاسود، هي بتتحدد عن طريق الفرشاية، بحدد الفرشاية اللي بدي اياها انا حسب شو بدي يعني. هلا بشوفها كيف فيني اختار عدة شغلات لحتى امشي على هذا المسار، اسمه مسار، فانا ممكن انه يمشي عليه شيء يعني. فهو فيني مشي عليه فرشاية، فيني مشي عليه كتابي، فيني مشي عليه اللي بدي اياه. اخر واحد هو فيل تعبئة، يعني انا قبل شوي حطيت هون الشارب شيب، وحطيت له انه اللون الاسود، فعبالي اياه وانا عم برسم لون اسود. فهون بس لخلصت التحديد، اذا كنت عامله باث بحط بعبيه باللون اللي بدي اياه اللي انا كنت محدده هون ليكم، محدد اللون اللي عندي هون، من هون بحدد اللون احمر مثلا، ازرق، ورجعت حطيت فيل صار لونه ازرق. تمام. هلا انا في عندي فكرة صغيرة، انه انا هذا المسار عندي اياه. طيب هذا المسار بما انه هو عبارة عن اسمه مسار وباث، فانا فيني مشي عليه شيء. شلون رح مشي عليه؟ انا بكبس على اداة باث سيلكشن تول او دايركت سيلكشن تول، ما بتفرق معنا، وبختار المسار كله. بكبس بالزر اليميني، في عندي شيء اسمه ستروك باث. هي فيل باث ليكا، هي فيل باث ليكا، ستروك باث ليكا، وميك سيلكشن ليكا، نفسها هي. فانا بدي اعمل ستروك باث، بيجي بيقول لي حدد الاداة اللي بدك تعمل عليها ستروك. شايفين كل ادوات الفوتوشوب، كل الادوات اللي بلائحة الادوات موجودة عندي، برش، محاية، بنسل، قلم رصاص، يعني اللي بدي اياه فيني مشي. فاذا كبست برش حطيت اوكي، قبل ما احط اوكي لازم روح شوف البرش، انا شو هاي البرش، تفرج هاي شوف قديش حجم الفرشاية. انا هذا الخط اللي رح يرتسم عندي ويمشي على المسار اللي رسمته انا، يعني مثلا بهذا العرض، بهاي التقنية، بهذا في عليها سموث او هاردنس، يعني معملها لون ازرق، كل شيء جاهز مثل ما هون. انا بيجي برجع بعمل ستروك باث، عم بيقول لي براش بدك اياه ولا لا. هلا في هي سيموليت بروسر براشر، ف هي رح تعمل لي معالجه صغيره، رح شيلها اول شيء ولحتى نشوف شو رح يصير. هلا الباث اللي ارتسم عليه الخط اللي بدي اياه، رح ارجع السيموليت شوفوا كيف صار. انا كيف بدي الغي الباث او قيمة التحديد تبع الباث، اسكيب مرتين بيروح. شايفين كيف صار؟ ببلش من لا شيء، يعني من التلاشي ببلش شوي شوي بيعرض لحتى يوصل لهون، اعرض شيء، هذا العرض اللي انا محدده بالفرشاية، بعدين ببلش يرجع يتلاشى للصفر. فشايفين كيف؟ هلا هي ميزة من ميزاته، ممكن انا ساوي فيها موديل من الموديلات، بنستخدمها كتير ممكن. هلا رح ارجع، تقريبا شرحت عن الباث كل شيء. رح ارجع على مثالنا اللي بدي اساويه. عندي الصحن الطائر هاد، بدي اجي حدده ولكن عن طريق الباث. فرح اخذ البين باث بين تول وزوم شوي. هلا هون حاطط لي نقط مساعده، انا فيني احدد بدون نقط المساعده اذا بدي، واذا بعرف هو بس حاط لي نقط مساعده لحتى امشي عليها كاول مره. بحاول احط ايدي بنص النقطه وبمشي باتجاه اللون الاحمر. بعدين بروح على النقطه بي بالنص وبمشي باتجاه النقطه الحمراء. شايفين اذا ملاحظين كيف عم يرسم؟ بلش بروح على السي، بكبس نقطة. شايفين الفكرة؟ إذا رح أقرب شوي شوف شو صار.
بما انه هون بدي اياها مباشرة، فانا بدون ما اكبس الت وساوي الزاوية هي اللي عند بدي اياها انه ساوي حد، شايفين كيف كمل انحناء؟ فانا ما بيمشي معي هيك، بدي اكبس الت وروح اعمل زاوية انه انقر على النقطة هي، اخر نقطة رسمتها، مشان تصير شاربن او مشان يعمل لي زاوية ما يعود يكمل تكميل. وبرجع بكبس عند السي، برجع عند الدي وبطلع للنقطة الحمراء، برجع للإي وبطلع بنزل للنقطة الحمراء، الإي ما حددناها بالنص، إف جي هلا بروح على الإتش، بمشي للنقطة الحمراء، شايفين كيف بلش عم يرسم مسار كامل حوالين الصحن اللي عندي طائر اي جي. هلا نفس العملية تبع السي، انه اذا كبست رح يكمل تكميل، فانا الفكرة انه رح اكبس الت وشيل النقطة او خليها نقطة محددة، خليها زاوية يعني، وهي ال L M كمان هون مع انه بده تصير زاوية، فبساويها Alt وكبسة على الزاوية النقطة، وبالنهاية بدي سكر لكل الباث. ما سكر مزبوط، مو ما سكر مزبوط، لازم انا كمان اسحبه هون، وانسى اني اسحبه اخر شي اتجاه النقطة الحمراء، هيك تمام. رح شيل التمبلت، طبق التمبلت هاي اللي عم تعطيني، اذا بشوف الباث تبعي ليك وشلون شكله. احاول الغي الطبقة بس لا تبين عندي، شايفين كيف ارتسم كله. هلا انا اللي بدي اعمله، بدي اروح على الباث، على لائحة الباث، على لوح الباث، وقول له ميك سيلكشن، اعمل لي اياه تحديد، ومثل كان بتعامل معه تحديد عادي. بدي امسك الصورة هاي واخذها على الستارت، كبست شيفت وتركت فلتت ايدي مشان تطلع بالنص. هلا في فكرة هون انه ضل جوا من اللون الاسود. هلا في عدة طرق بالباث فيني شيلها، احشيلها بالباث، بكبس باخد نقطة، باخد نقطة تانية، باخد نقطة ثالثة، شايفين كيف ما زبط مكان النقطة الثانية، فبرجع بزوم شوي عشان بقدر اشوف وين عم حط انا. بكبس الت مشان لانه انا عندي اياها طلعة زاوية مباشرة، برجع بكبس الت لانه عندي نزول بشكل الزاوية، ممكن شايفين ما عم يزبط معي، فباخده باكتر من نقطة مو شرط نقطة واحدة. بيجي بعمله تحديد، بمحيه، بروح على النقطة الثانية، برجع بعمله باث سيلكت وبمحي، بشوفه انا كيف عندي، هاي هيك طلع عندي. هلا
رح شوف رسمتي انا اشتغل مثله مايل بشكل مايل، فانا رح ميله شوي كنترول تي وبميل هذا الصحن شوي. تمام هيك. هلا بدي شوف هون شو كمان عاملين رسمين. هل هذا الشكل اللي وراه عبارة عن شكل معين نحن راسمينه اللي بالأبيض، فرح أساوي مثله. هلا هون بهذا الدرس فعاطيني إنه نقط لأمشي عليها. رح أخفي طبقة الصحن الطائر شوي. في نقط لأمشي عليها عم بيقول لي مشان أنا أرسم هذا الشكل. فأنا بما إنه عم برسم باث باللون الابيض ولونه ابيض من جوا، فدغري مباشرة رح خليه شاب انه شكل مباشرة يعبي لي اياه فيل. فرح بلش بالاي من الاي واسحب باتجاه البي، من السي اسحب باتجاه الدي، من الاي اسحب لتحت هاي النقط، واخر نقطة اخر نقطتين بقيان من هون. اخلي الشكل عندي تحت بس لحتى اشوف هذا. رح ارجع من هون، شايفين فصل معي التحديد، ارجع اعيده من اول. خلي الشاربن اللي عم بشتغل عليه بس تحت هاي الطبقة اللي عم تحدد لي مسارات عشان تشوفها، بس لأنه راحت مني وما شفتها. حرجع عيده معلش. واحد هاي الخطوة الثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، وهي نرجع للبداية. وهي هيك رسمنا هذا الشكل. انا شفت الشكل الثاني في هون محفور، فالباث كمان مو انه فيه زيادة او نقصان نقط، فنحن رح نعمل في عنا هون مكتبة جاهزة باثات اشكال. هي اخر وحدة كاستوم شيب، فالشكل اللي حختاره هاد. هن هون حاطين لي كمان مساعدة انه اخذ النقطة بالمنتصف. رح اعمل انا بدي اياه هاد سبتراكت فرونت شيب، انه رح اخليه انقاص من الشيء اللي انا عملته الشيب من الباث اللي انا عملته. رح احط حاول بالمنتصف، حط شيفت عشان حافظ على شكله، حط الت عشان ابدا من المركز عشان اشتغل بقطر. هاي هيك بما اني انا عملت سبتراكت فهو قطع من الشكل اللي انا محدده قبل. رح اخفي الادوات المساعده او الصور المساعده، صار عندي هذا الشكل. برجع هون هلا بما انه تفرجوا طبقه الصحن الطائر تحت، فرح بس اسحبها لفوق عشان يصير فوق الشكل. كنترول تي دورناها شوي، دورناها شوي، نزلناها شوي لتحت. هاي انتر. هلا بدي هلا خلصت انا من الصحن الطائر، احسكره عشان ما يعمل لي مساحة للرامات. رح اخذ الكتابة هاي اللي عندي، هاي الكتابة مكتوبة على هاي مكتوب، رح شوف شلون وقت اخذها. هاي اخذناها، رح احطها فوق كنترول تي صغرها. هاي صغرتها، هي هيك تمام. هلا بدي اعمل مثل هذا الموديل اللي هو معمول، تفرجوا كيف.
محطوط هون نجمة أو شكل معين. فأنا لحط جنب هاي الطبقة نتذكر بالماسك، فلحط add layer mask بشان فيني قيم وامحي. تتذكروا اللون الأسود هو اللي بيمحي، واللون هاي شايفين باللون الأسود عم بمحي، وباللون الأبيض بخليها برجع اللي أنا محيته. رح أرجع أعمل نفس الشكل هاد، بس هالمرة رح يكون نيو لاير، أو مو على نيو لاير، على الماسك اللي أنا بدي أعمله. رح أحط الفيل تبعه أسود، ليش؟ شايفين كيف؟ رح أحاول أعمل إياه نيولار. أنا بدي أحطه على الماسك هاد، فهون رح أحط خليه باث عادي، اعمله باث عادي. فانا بس ارسم، حاول احط ايدي بالمنتصف، رسم لي باث. بما انه انا رح اعمل له تحديد، رح اعمل له ميك سيلكشن ولونه باللون الاسود. كنترول دي، شوفوا كيف طلع. حارجع ارسم واحد تاني فوق، بالمنتصف، بحاول Alt Shift مشان ياخد انا ابدا من المركز وما يتغير. برجع بعمل Make Selection من لوح الباث، كمان بلونه بالاسود. انا عم بكبس Alt Delete تلوين باللون الامامي الموجود عندي، فهو اللون الامامي اسود. Alt Delete بخليني لون باللون الامامي، عم املأ التحديد تبعي باللون الامامي. Alt Delete، هاي Ctrl D شلت التحديد. شايفين كيف صار؟ هلا بدي احط طبقة جديدة كمان، رح اعمل هيك موديل اللي هذا هن عاملينه. شايفين كيف اللي عامله من قبل؟ حيجي اختاره ليكو، جا رسمتي هلا. هاد عم يعمل لي اياه باث، انا بدي اياه دغري مباشرة لونه ابيض. شيب شكل، هاي واحد هذا لونه اسود، رجعوا للابيض. ها هاي واحد، نرجع نعمل واحد تاني، هاي اثنين، واحد ثالث هون، ثلاثة، أربعة، هاي واحد هون. خليني اكبس له شيفت عشان حافظ على طول العرض. هلا هن لكم شلون تقسموا على عدة طبقات. رح اعمل شيفت حدد اول طبقة اللي بدي اياها رقم اثنين، واخر طبقة بدي اياها ستة. بكبس على رقم اثنين، بكبس شيفت، بعدين بكبس على طبقة ستة، تحددوا كلهم. رح اعمل لهم كنترول اي مشان ادمجهم، ميرج، ميرج انفيزيبل، ميرج ميرج داون اسمها، صاروا كلهم على طبقة واحدة. رح اعمل لهم شفاف، بلش فتحها، بمسكها وبسحبها لتحت كل شي طبقات لانه هي بالخلفية اللي موجودة عندي. شايفين كيف طلع شكلها؟ فيني احركها لوين ما بدي. طبعا بأداة التحريك لازم اخد الموف لحتى احركها وين ما بدي.
بشوف اذا بدي كمان خليها شفافه اكثر احلى بتطلع. هاي الصوره عندي هيك جاهزه مثل هاي تماما. طبعا غيرنا الاشكال هون طالعه شي صغير شي كبير، ما في مشكله انا بساوي اللي بدي اياه بالنهايه. بس هو عباره عن تطبيق درس معين لاستخدام هي الادوات لنعرف كيف عم نستخدمها، ولكن فينا نساوي اي شيء بدنا اياه بالسلكت او الباث تول. طبعا اللوجو وقت انا بدي ساوي لوجو، هو برنامج الالستريتر افضل برنامج للشغل اللوجو. ليش؟ لانه الباث بيتكبر وبيتصغر حسب كيف ما بدي، لانه هو مو بكسلات يعني ما بغبش ما ما ما, ما ببكسل الصوره اذا كبرناه. هذا الشيء اللي انا راسمه، شايفين الطبقه اللي فيها باث، شوفوا كيف محطوط جنبها مربع هيك صغير وفيه نقط، انه هي الطبقه باث. يعني هلا هي اذا بمسكها انا بكبرها وبصغرها، قد ما كبرتها وقد ما صغرتها ما رح ياثر شيء. تمام. ف اللوجو بيهمني انه قد ما كبرته قد ما صغرته ما يتاثر، لانه ممكن احطه على فليكس كبيره، ممكن احطه على ورقه صغيره. ف بساويه على برنامج الالستريتر. هلا اللي بيشتغل على الفوتوشوب فيه يساويه على برنامج الفوتوشوب باستخدام هالباث، هالادوات هي اللي موجوده عندي اللي سمحت لي شركه الادوبي اني اشتغل فيها. فهذا الدرس عباره عن تطبيق لهي الادوات. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاي الجلسه وتقدروا تشتغلوا بالباث تول. بدها تدريب منيح لحتى نقدر نتحكم بالباث تول وكيف شكله. يعطيكم العافية، السلام عليكم.